شيء ممتع لما تكون داخل على مواجهه كبيره وحاسمه زي مواجهه الاهلي وريال مدريد، وتلاقي كل الصحف الاسبانيه والعالميه بتتكلم عن النادي الاهلي. النهارده كده بتلاقي الماركا الاسبانيه او موندو ديبرتيفو الاسبانيه بتتكلم عن الاهلي. على فكره ده حدث كبير، واللي بيتكتب عن الاهلي في الصحف الاسبانيه ده ترويج مهم جدا للكره المصريه في المقام الاول وللنادي الاهلي بشكل خاص. والناس اعتقد مفهوم التعامل مع النادي الاهلي لازم يختلف، لان المؤسسه الوحيده على المستوى الرياضي اللي بتمثل بشكل ايجابي ليك خارج مصر هي النادي الاهلي. النهارده انت عشان تعمل دعايه رياضيه ليك خارج مصر صعب جدا انك تقدر تقنع الماركا او موندو ديبورتيفو عشان يتكلموا عنك بهذا الشكل الايجابي، لكن تيجي هذه المعادله بشكل ايجابي ومجاني من خلال مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية. أعتقد الشخص اللي تسبب في فقدان الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا عليه أن يبدي اعتذار كبير جدا لما سببه من ألم وغضب لجماهير النادي الأهلي وجماهير الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة. وأفضل تعويض جه للنادي الأهلي بعد الأحداث الأخيرة اللي محدش اتعاقب فيها ولا حد خد جزاؤه من الأحداث والأخطاء الإدارية الفجة اللي تمت في الفترة الأخيرة، لكن النهاردة عدالة السماء تسمح أن الأهلي يشارك، والقرعة تسمح أن الأهلي يتخطى أوكلاند سيتي وسياتل ساوندرز بطل أمريكا عشان يكون في طريقه ريال مدريد. وقواعد القرعة نفسها تتغير، قواعد القرعة تتغير، ودي الأول مرة تحصل أن قواعد القرعة في اللوائح تتغير، عشان في النهاية كل الأمور دي تقودنا إلى مباراة الغد ما بين الأهلي وريال مدريد.